بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثامن لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية وكأس شركة مشاريع القصر. كما حضر السباق الذي أقيم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالسخير عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس مؤسسة الحصان العربي للشوط السابع من السيد علي حسن المدحوب مدير التسويق بمؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية بعد فوز جواد سموه بريث أوف إير لإسطبل العاديات بالمركز الأول، فيما تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الثامن من السيد راؤول مدير عام شركة تي آر إم، كما قدم السيد سجاد حسن المدحوب كأس مؤسسة الحصان العربي للشوط الثالث إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، فيما قام السيد محمد وليد الريس مدير التسويق بشركة مشاريع القصر بتقديم كأس الشوط السادس إلى الفارس الفائز إدنسون رودريغز.